ثم من ناحية التطور التكنولوجي للمعدات الطبية، أنتم رأيتم الآن ربما آخر تكنولوجيا موجودة في مستشفى باشا، وهي تعمم ليست فقط في مستشفى باشا ولكن تعمم إلى كامل القطر الوطني. ثم الشيء الآخر، الآن المستخدمين سواء كانوا طبيين أو شبه طبيين أو تقنيين أو غيرهم يعملوا بكل أريحية في ظل التكنولوجيا الحديثة التي تسمح لهم بربح الوقت وبالتكفل أيضا بالحالات حتى المستعصية، ويمكن عن طريق أدوات الاستكشاف التي لاحظناها سواء في مصلحة الصيدلة أو مصلحة حقن الدم أو مصلحة الاستعجالات، كلها تسمح للممارس الطبي أن يقوم بأريحية. ثم هناك تكوين كبير تم لصالح المستخدمين سواء الطبيين أو الإشفائيين للتكفل بهذه الكشوفات في تكنولوجيا عالية جدا ومتطورة.